هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مصالح اللاعب والنادي. المحور الثاني إنهاء العقود لتأطير أستاذ المحامي ورئيس الهيئة المنظمة للمركز الأستاذ عصام إبراهيمي. نضعوا فينا باش أنهم يحضروا لهذه الورشة تتعلق بالعقود الرياضيه. فاليوم هي ورشه عمل اجل العقود الرياضيه ومسطرات انهائيه وفض منازعاتها. الا شتي العنوان غتلقى فيه ثلاثه ديال الاجزاء. كاين اولا العقود الرياضيه والتمييز ديالها على باقي العقود، وباعتبارها ورشه عمل غنتموا ونسلطوا فيها الضوء على كيفيه صياغه العقود وشنو هي الثغرات اللي ممكن تكون وشنو خصو يتنبه له اللي يقوم بالصياغه سواء محامي سواء ممثل نادي او هذا. ثم مسطره انهاء ديالها، انهاء ديال العقد الشغل الرياضي ماشي هو الانهاء ديال العقد الشغل عادي، عنده مسطره خاصه تتخضع للوائح ديال الفيفا وتتخضع للمبادئ قواعد ملزمه تفرضها الفيفا في لو ريغلومون دو ستاتو دي ترانسفير دي جوور. هذا القانون هو اللي تنظم بحال نقولوا حنا هو القانون التزامات العقود ديال العقد الرياضي. ثم فض منازعاتها محليا، هذا تنقولوا غنتكلموا على لي زورغان، غنتكلموا على الغرف، غنتكلموا على الطاس، غنتكلموا على غرفه المنازعات في الفيفا وشنو المساطر اللي غدار وشنو هو الاجراءات اللي ممكن تتبعها الا بغيتي تمشي في هذه المساطر. وغنديروا حاله تطبيقيه سواء في ناحيه العقود او سواء من حيث المنازعات، وغتكون محاكمه افتراضيه ان شاء الله اللي غتكون فيها مناقشه ديال واحد النازله اللي هي واقعيه اللي غتناقش فيها جميع العناصر ديال هذا الملف. بالفعل هو فيه واحد الجانب كبير ديال حمايه اللاعبين، تنعرفوا بانه القانون الرياضي عرف بواحد المجموعه من التطورات ابتداء من قضيه بوسمان. هذا واحد اللاعب بوسمان اللي كانت هي واحد الثوره في القانون الرياضي اللي كان فيها مكتسبات كثيره جدا اللاعبين، وكان فيها ما يسمى باستقرار العقود بالنسبه للاعبين، وتم تكريس واحد القواعد اللي تحمي اللاعب وتعطي ضمانات كبيره. وكذلك بالنسبه للنادي في حاله فسخ العقد من طرف واحد لاسباب غير عادله من طرف اللاعب، وكذلك عندما يتعاقد اللاعب مع فريق اخر بعد ما يفسخ باراده منفرده لسبب غير عادل، فتتعرض اللاعب الاخر لعقوبات تولع بمثابه محرض على ارتكاب الفعل. فهذا هو الخلاصه. نتمنوا ان الورشه تكون في ظروف اللي غترضي المشاركين. مزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.